بعيدا عن تصريحاته بقى، ايه اللي استجد في نظرك في النادي الاهلي بعد مجيء مارسيل كولر؟ الحاله النفسيه للاعبين ده امر مهم جدا حقيقه، منذ نهايات بيتسو موسيماني ثم بعد ذلك وصولا الى قبل مجيء مارسيل كولر، الواضح ان الحاله النفسيه لعيبه الاهلي طبعا كان في طبعا ذهنين هم مرهقين، تلاحم المواسم والموضوع كان صعب طبعا جدا، طبعا. لكن الحاله النفسيه بنتكلم طاهر محمد طاهر، بنتكلم في كريم فؤاد، بنتكلم في ثنائي خط الوسط حتى ادوارهم مختلفه شويه، سواء اليو ديانج او عمرو السولية. طبعا عوده اكرم توفيق مش عشان هو سجل برضه الهدف، لا اكرم توفيق الحقيقه لاعب يعني لاعب بمعنى الكلمه، راجل بمعنى طبعا الكلمه، طبعا في نص ملعب كظهير طبيعي خسرناه مع منتخب مصر، اعتقد لو كان اكرم توفيق موجود في منتخب مصر جدا، في مباراتين خسرناه جدا السنغال قدام ساديو ماني كان ممكن الموضوع يبقى مختلف في بعض الشيء. طب ما طبعا. اكيد طبعا ساديو ماني واحد من افضل لعيبه في العالم كان ممكن كان يقدم اضافه لينا في المباراتين الفاصلتين، فلا في اختلاف بصوره كبيره جدا. وعجبني جدا ان هو بيحاول اكبر يعني تجميع النقاط، هو مش عايز، لان هو عارف ان رزمه المباريات هتتضغط في الفترة الجاية وبالتالي مش عايز يفوت أكبر يعني أي نقاط يفوتها، لأن الأهلي الحقيقة في الموسمين الماضيين كان واضح في إنه اتعلم الدرس نزيف نقاط الموسم اللي فات، بالظبط. وكلها نقاط ما كانش ليها اي لازمه ان احنا نفقدها الحقيقه. وقدام فرق الحقيقة طبعا مع احترامي الشديد طبعا يعني المفروض اكيد ما كانتش تحصل طبعا نزيف النقاط ده، صحيح. فلا يعني واضح إن في استراتيجية هو بيشتغل بيها، نتعشى من إن شاء الله إن الفترة الجاية يكون في مزيد من الانتصارات حتى يتفرغ للحلم الأهم بالنسبة للجمهور الأهلي، طبعا هو الأمير الأفريقي دوري أبطال أفريقيا.